المعارضة في تونس جبهة الخلاص جور بن مبارك يقترح خارطة طريق في 6 نقاط تكون في علاقة بالمقترحات السياسية. جور بن مبارك عندي 4 دقائق، اتفضل سيدي. شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية سي جوهر، ما هي هذه النقاط؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على الدعوة. هي تصور، يعني تصور لإمكانية إيجاد حل وخارطة طريق بديلة لخارطة طريق قيس سعيد، على أساس أنه هو وضع خارطة طريق احنا اعتبرناها انقلابية وتقود البلاد في الطريق الخطأ، ولكن إلى حد الآن وهذا مشكل ومعضلة سياسية. المعارضة وإن قاعدة تتشكل وتقوى وتتكسس، تقريبا اليوم 90% من المشهد السياسي معارض لقيس سعيد، ولكن لم تطرح على الطاولة تصور متكامل، تصور واضح لطريقة الخروج من الأزمة، للحل الذي تقترحه المعارضة للعودة إلى المسار الديمقراطي. هي مجموعة أفكار. قل لنا سي جوهر، الوقت دهمنا نسمحني يا جوفو بوسكول، أما قل لنا النقاط وأنا نوعدك تجيب بحذانا نفصلوها بالنقطة بالنقطة، تفضل سي جوهر. إن شاء الله. هي المسألة الكل تتعلق برؤية نهائية للحل. شو هو الحل للبلاد اليوم؟ الحل نعتقد هو في عودة الديمقراطية عن طريق إنجاز انتخابات يعود فيها الكلمة فعلا للشعب التونسي حتى يحل الأزمة هذه. الأزمة اللي عندنا اليوم ما تنجم تكون حلها إلا بيد التوانسة عن طريق صناديق الاقتراع، ولكن كيف نصل إلى مرحلة انتخابات رئاسية وتشريعية في مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن فيه إنجاز انتخابات حرة بشروط وضمانات حرة وشفافة؟ هذا يتطلب سلسلة من التحذيرات، سلسلة من النقاط. أولا إلغاء الإجراءات الاستثنائية، الخروج من حالة الاستثناء. ثانيا الاتفاق على حكومة، على شخصية وطنية لتقود حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات محددة تتعلق أساسا بوقف انهيار النزيف المالي. ثانيا بتوفير المناخ المؤسساتي لإنجاز الإصلاحات الدستورية والإصلاحات على القانون الانتخابي. وثالثا الإعداد، يعني إعداد البلاد للعملية الانتخابية. هذا يتطلب بالطبع المصادقة على هذه الإجراءات، وأنا اقترحت أنه يكون ثم جلسة ممتازة للبرلمان، هي جلسة وحيدة وأخيرة يقر فيها كل هذه الإجراءات ويحل البرلمان نفسه، وتمارس الحكومة في مرحلة لا تتجاوز عام عملية إعداد البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. طبعا السؤال الذي سيعود وأنا نحب نجاوب عليه حتى قبل أن يطرح، هو ما هي ضمانات إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة أو غيرها من الخطط في إطار موازين القوى الموجودة الآن في البلاد؟ أن رئيس الجمهورية رافض لكل هذا. أنا أعتقد أولا أن رئيس الجمهورية ليس طرفا في الحل ولن يكون طرفا في الحل، ويجب أن يكون هناك حل خارج إرادة رئيس الجمهورية، بإرادة الشعب التونسي وبإرادة الباطني للدولة والعقل الصلب للدولة. هي عملية موازين قوى، ونحن في المعارضة الآن نهيئ ونحاول ونسعى لتهيئة المناخ الشعبي والمناخ المؤسساتي للوصول إلى قلب موازين القوى. يعني العملية هي عملية سياسية ديناميكية، غايتنا منها الوصول إلى قلب موازين القوى السياسية داخل الدولة وفي المجتمع التونسي حتى نصل إلى طرح مثل الأفكار للخروج من إلى أن نلتقي. سي جوهر شكرا لك، مرحبا بك وبارك الله فيك.